والد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أنا شفته مرة بيكلمني وصحيت وأنا ماسكاه كده وبطبطب عليه. مصطفى كانت حياته حياة الشهداء. مين اللي كان بيحفظ القرآن ده؟ شو مصطفى؟ مصطفى الصاوي على كوبري قصر النيل شهد آخر لحظات حياته. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. بيت فين بتاع بيت شهيد مصطفى؟ أني واحد اللي هناك ده؟ الله يخليك، شكرا حبيبي. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. كنت بقول لنفسي هم أحياء، ربنا قال كده، بس هم الحقيقة إن هم ماتوا. ولما جيت هنا في المنطقة بتاعت مصطفى قلت صدق الله العظيم، هم فعلا أحياء. السلام عليكم ورحمة الله. ازيك يا حاجة؟ البقاء لله يا حاجة، البقاء لله، متشكين يا حاجة، الله يخليك يا حاجة، بسم الله. أنا بحس بنفسه يعني كأنه قاعد، وأحس بيه لما ينزل يصلي، يهبد على السلم وينزل يصلي الفجر، وينزل كان بينزل يصلي، أحس بيه كل يوم. المشاعر اختلفت جوايا، يعني الواحد كان نازل بيتمنى من ربنا سبحانه وتعالى إن هو يموت شهيد، فهو فرحان إن مصطفى مات شهيد، وفي نفس الوقت يعني حزين إن هو يعني الله يرحمه يعني مش هيشوفه تاني. يعني سمعنا بقى الخبر ده بالليل، اخته راحت، احنا قلنا يكون متعور ولا حاجه، دخلت تقول لي وشه وكان نايم زي القمر وبيضحك، فقالت لهم اه ده اخويا، اما شافت بقى البطاقه وقلبت في هدومه قالت لهم اه ده اخويا. بس ما انا رحت له الصبح بقى بقول له يا مصطفى مش انا قلت لك ما تروحش، كنت خايفه عليك، انا مسامحاك عشان انت ما سمعتش كلام. راح بصص لي كده زي ما كان بيقعد جنبي كده ومبتسم وبيضحك والله. كان هو يحفظ القران وكان تعلم التجويد في دار الحصري وكان امام فيه في التراويح في رمضان، وكان الله يرحمه يعني شديد التعلق بالقرآن، يعني ما تلاقوش تلاقي المصحف على طول في ايديه، صاحي نايم قاعد هو المصحف وعلى طول يعني يتلو القرآن باستمرار، يعني اما حفظ اما مراجعه اما تعليم، كان بيعلم الاولاد قرآن يعني في نفس الوقت. يعني احنا دلوقتي في مسجد جنب بيت الشهيد مصطفى الصاوي مع بعض الاولاد والبنات اللي كان بيعلمهم قرآن، وتشوف بصمته وتشوف نتاج عيشته لما تقعد معاهم وتسمع القرآن من مش هقول بقى من أفواههم، الأطفال ما بيقرأوش قرآن إلا من قلوبهم. بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، فأصلى نارا من ذات لهب. الله، حلاوة دي. عارف عمو مصطفى راح فين؟ فين؟ في الجنة. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا إله إلا الله، الشهيد حبيب الله. لا إله إلا الله، الشهيد حبيب الله.
سيدي عند الله ست خصال: يغفر له عند أول دفعة دم، يؤمن من فتنة القبر، يؤمن من أهوال يوم القيامة، يزوج 72 من الحور العين، يلبس تاج الوقار الياقوت فيه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 من أهله